هو الإمباثي أو القدرة على التعاطف مع الغير، وإنك تحط نفسك مكانهم أو تحس بأوجاعهم ومعاناتهم. إمباثي أو القدرة على التعاطف مع الآخرين أو تقمص التعاطف يعني. إمباثي. صح؟ صح. إمباثي. إمباثي. صح؟ طلع لسانك فيه. إمباثي. طلع لسانك، مش أنا قلت لك تلبسي بتاعت الأسبوع ده؟ والله على راسي، أنا طول. طبعا هي فكره ان انت تحط نفسك مكان الشخص وتحس باوجاعه ومعاناته علشان كمان اللي قدامك يحس انك متعاطف معاه بشكل جد. زي ما بيقول المتخصصين لازم تشوف على وشك او الشخصيه اللي انت بتتكلم معاها تكون شايف على وشك كل تعبيرات التعاطف، يعني ما تبقاش مثلا قاعده بتتكلم معاك او معاكي وانت عماله تضحكي وتهزري وماسكه التليفون ومش مركزه معاها، ده قله اهتمام وحاسه كده ان انت مش مركزه معاها، ده ما يصحش يعني. انا بالنسبه لي الافضل ما تقعدش تتكلم معاها والله، يعني اديلها اهتمامك ولو لخمس دقايق بس تحكي لك مشكلتها، يبقى ما تكونيش بتضحكي ومبتسمه وماسكه التليفون وغيره من الحاجات اللي تلهيكي عن اهتمامك بكلامها. بتضحك على الفاضي يعني. مظبوط. ولازم وهي بتكلمك تشوفك وانت بتهزي راسك تتكلمي معاها، لو تاخدوا بالكم مثلا زي مثلا الشيف حسن بيقول لي حاجه انا بكون مهتمه ببص له في عينه كويس قوي وبهز راسي ان ايوه صح مظبوط. كمان ممكن تضيفي شويه كلمات في نص كلامك كده تقولي لها اه صحيح عندك حق مظبوط. صاغيه كده تبقى انت صاغيه. ايوه احنا ما بنقولش تمثل. لا مش تمثل، انت صاغيه. ولكن احنا عايزينها تحس ان انت متصله معاها ومتعاطفه معاها، فدي بعض الحاجات المفروض تعمليها، وخصوصا ان مش حلو ان انت تكوني بتسمعي وتفوتي يعني، او تظهري لها بتسمعي وتفوتي، لازم يكون في اهتمام واحتواء للي قدامك، مش شرط بقى تبقي اوفر وتقومي لها، لا على الاقل بس تنصتي لها باهتمام. اياكي كمان من ثلاث حاجات مهمين جدا، انك تقاطعيها تتكلم، ده مش لطيف ابدا، خليها تتكلم براحتها او تحكي لها عن مشاكل تانية تغيري بيها الموضوع، ده مش لطيف كمان، او تقولي لها الجمله الماثوره والمشهوره انت فاكره ان انت واحده اللي عندك بس المشاكل، طب ما احنا كلنا عندنا مشاكل، انا كمان عندي مشاكل كتيره جدا يمكن اكتر منك. ده حقيقي. لو فاكره بقى ان دور الشخص المنصت ده خلص، لا انت دورك هنا ما خلصش، تبقي غلطانه لانك لازم من فتره للتانيه تساليها تطمني. خلصتوا مثلا، خلصتوا الكلام عن المشكله النهارده وانت ما اديتلهاش تعليقات وخليتيها تهدى كده، بعد يومين تروحي لها ما ايه الاخبار، في جديد، عملتي ايه في الموضوع اللي انت كلمتيني عنه، يعني ما فيش اي تطورات، علشان تفرقي كويس قوي بين ان انت بتهتمي بيها وان انت فضوليه وعايزه تعرفي اللي هي بتقوله. مهم قوي ان انت ما تبينلهاش ان انت فضوليه، يعني في رياكشنين يا شيف ممكن نعملهم للشخص اللي بيحكي لي المشكله. اولهم مثلا انا لو ببص كده للمشاهدين، اولهم انا لو مهتمه بمشكلتها فهروح اقول لها ايه الاخبار، ايوه يعني في جديد ولا طب ايه اللي حصل، فانا خدت شويه من عواطفها ومشاعرها اللي هي حاسه بيها في المشكله وايه وكنت عايشاها معاها، فهي حاسه ان انا صادقه، غير لما اروح لها ايه اللي حصل انا عايزه اعرف على الطاير كده، دي كده انا فضوليه، فلازم احسسها بان انا معاها قلبا وقالبا. بصي يا لميس يا اختي، ما انا ممكن ابدا احسسها واقول احلى اخ واهز راسي وانا في دوامه ثانيه وانا في حته ثانيه مش مهتم وانا في حته ثانيه. ده حقيقي.